السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ هنستكمل النهاردة الجزء بتاع دكتور وائل عن السويتشنج مود ريجوليتور. اخدنا المرات اللي فاتت الباك كونفرتر وعرفنا ان هو بيعمل لي ستيب داون للفولتج، يعني الفولتج اللي على اطراف اللود بيبقى اقل من الفولتج اللي على اطراف السبلاي. وبعد كده واخدنا السيركت بتاعته واخدنا الاوبريشن والويف فورم والكالكوليشن، خدنا كل حاجه فيه. وبعد كده دخلنا على البوست كونفرتر وعرفنا ان ده بيعمل لي ستيب اب للفولتج، يعني الفولتج اللي على اطراف اللود بيبقى اكبر من الفولتج اللي على اطراف السبلاي. واخدنا برضو الكالكوليشن بتاعته كل حاجه فيه. وبعد كده دخلنا على الباك بوست كونفرتر وعرفنا ان دوت يقدر يعمل ستيب اب او ستيب داون للفولتج على اطراف اللود على حسب ديوتي ريشيو او ديوتي سايكل. لو كانت من اقل من النص يبقى انا معنى كده ان انا شغاله ستيب داون كونفرتر، لو كانت اكبر من النص يبقى معنى كده ان انا شغاله ستيب اب كونفرتر. بعد كده هناخد النهارده اخر نوع من او النوع الرابع يعني من انواع السويتشنج مود ريجوليتور، هو اسمه التشوك كونفرتر. ده وظيفته نفس الوظيفه بتاعه الباك بوست كونفرتر، بيقدر ان هو يعمل لي ستيب اب وستيب داون للفولتج على اطراف اللود. تمام كده؟ يعني اقدر ياخد الفولتج اللي على اطراف اللود دوت الفي اوتبوت اكبر من الفي دي او اقل من الفي دي. تمام. بعد كده هنشوف السيركت بتاعتي او الدايره بتاعتي مكوناتها عباره عن ايه. لو خدنا مالنا هنا هنلاقي ان عندي اول حاجه الفي دي اللي هو السبلاي بتاعي وخارج منه تيار اسمه اي دي، وبعد كده عندي الكويل الاولاني اول اندكتور الاولاني البولاريتي اللي عليه انا فرضها بوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، الفولتج اللي على اطرافه في ال واحد. طبعا البولاريتي اللي انا بفرضها على الرسمه هي اللي انا برسم بيها، مش هتفرق معايا البولاريتي ديت انت فرضها البوزيتيف هنا ولا النيجاتيف هنا، بس اهم حاجه تبقى عارف في الاوبريشن بتشتغل ازاي، او ان البولاريتي اللي انت بترسمها هنا على الرسمه هي دي اللي انت بترسم بيها الويف فورم. وبعد كده في عندي سويتش البوزيتيف هنا برضو والنيجاتيف هنا، ده الفولت اللي على اطراف السويتش بتاعي والتيار اللي ماشي في السويتش من فوق لتحت. وبعد كده في عندي المكثف اللي اسمه سي واحد البوزيتيف هنا برضو، البولاريتي اللي عليه بوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، والفولتج اللي على اطرافه في سي واحد والتيار اللي ماشي فيه اتجاهه في الاتجاه دوت. وبعد كده عندي الفولتج اللي على اطراف الدايود، انا فرضا ان البولاريتي بتاعته الانود عليه نيجاتيف والكاثود عليه البوزيتيف، عايز تفرضها العكس برضو مفيش اي مشكله، مش هتعمل لي مشكله، والتيار اللي ماشي فيه بتبقى من فوق لتحت. وبعد كده في عندي الكويل الثاني او الاندكتور الثاني اللي هو الاثنين، الفولتج اللي على اطرافه برضو البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، واسمي الفولتج اللي على اطرافه في ال2 والتيار اللي ماشي فيه في الاتجاه دوت. وبعد كده في عندي المكثف الثاني اللي هو السي 2 التيار اللي ماشي فيه في الاتجاه دوت، والفولتج اللي على اطرافه البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا واسميه في سي 2، والفولتج اللي على اطراف الاوت طبعا الفي اوتبوت البوزيتيف هيبقى تحت والنيجاتيف هيبقى فوق اللي هو ار لود والتيار اللي بيمشي فيه في الاتجاه دوت. تمام كده. بعد كده عايزين ناخد بقى في الاوبريشن بتاعه الدايره ديت، عايزين نشوف الاوبريشن لما السويتش يبقى اون ايه اللي بيحصل ولما السويتش بيبقى اوف ايه اللي هيحصل. خلينا الاول في لما السويتش يبقى اون. لما السويتش يبقى اون لو لاحظت ان انت قفلت هنا السويتش، بالتالي الفولتج اللي على اطراف السبلاي هيبدا ان هو الفولتج بتاع السبلاي هيبدا ان هو يمرر لك كرنت، الكرنت دوت هيروح يشحن الكويل اللي اسمه ال1، وهتبقى البولاريتي اللي عليه البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا. وبعد كده التيار دوت هيختار لو وصل للنود ديت هيبدا ان هو يختار هل يمر في شورت سيركت اللي هو المسار السهل ولا يمر في الدايره ديت. لا، هو هيختار ان هو يمر في شورت سيركت، هيبقى في سيركيوليتنج كرنت هنا، الكرنت اللي خارج من السبلاي بيشحن بيشحن الكويل اللي اسمه ال1 وملهوش دعوه بالسيركت اللي على اليمين دي كلها. طب السيركت اللي على اليمين ديت التغذيه جايه لها منين؟ لو احنا شفنا الدايود هيبقى اون ولا اوف، الاول هلاقي ان البولاريتي او الشحنه اللي على اطراف الكاباستنس اللي اسمه سي واحد البولاريتي النيجاتيف هنا والبوزيتيف هنا هو مشحون من البريود اللي قبلها اللي هو التيرن اوف بريود، يعني النيجاتيف جاي على الانود بتاع الدايود والبوزيتيف جاي على الكاثود بتاع الدايود، فبالتالي الدايود دوت هيبقى ريفرسد يعني هيبقى اوبن سيركت. تمام. بعد كده عايزين نشوف المكثف دوت هيعمل ايه. المكثف دوت في مرحله دلوقتي هو مشحون، فبالتالي هيبدا ان هو يفرغ. هيفرغ فين؟ هيفرغ في الاتجاه اللي هو
اللي هو دوت هيبدأ ان هو يفرغ، يبدأ يشحن للمكثف اللي اسمه C2، فيعمل لي البولاريتي اللي عليه بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا، وبعد كده هيفرغ برضو جزء من الشحنة بتاعته، هيفرغها في اللود بتاعي اللي انا مسمياه اور لود، هيعمل عليه بولاريتي بوزيتيف هنا برضو ونيجاتيف هنا، وبعد كده يرجع تاني الطيارين دول يتجمعوا ويمروا في الكويل اللي اسمه L2، يعمل لي عليه بولاريتي برضو بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا، ويرجع تاني وهكذا يبدأ ان هو يمر. حد هيقول لي طيب هل الشحنة اللي في الكاباستنس ديت او في الكاباستور ديت هتبدا ان هي تقدر تغذي اللود بتاعي وتبدا ان هي تشحن المكثف C2 وتشحن الكويل L2؟ هقول لك اه، لان قيمه الكاباستنس اللي انا بختارها بتاعت C1 ديت هي قيمه كبيره جدا، معنى ان C1 ديت كبيره جدا يبقى معنى كده ان الستورد انرجي اللي بتخزنها المكثف C1 ديت كبيره، ومعنى ان الستورد انرجي هي كبيره فمحتاجه وقت كبير ان هي تبدأ ان هي تشحن ووقت كبير بحيث ان هي تفرغ. فبالتالي انا هنا انا مش سايبه المكثف اللي اسمه C1 دوت يفرغ لغايه ما يخلص الشحنه اللي جواه، ده هو ما بيلحقش اصلا يفرغ الشحنه اللي جواه، وببدا ان انا اعمل السويتش دوت اوف. فبالتالي انا بفترض ان الفولتج اللي على اطراف المكثف اللي هو C1 دوت اللي هي VC1 هي قيمه كونستانت، ممكن ان انا ارسمها قيمه كونستانت كده ما بتتغيرش، نتيجه ان الستورد انرجي اللي موجوده في المكثف C1 ديت كبيره جدا. تمام كده. عايزين نشوف ايه اللي حصل في المرحله بتاعه السويتش اوف. انا دلوقتي هبدا ان انا اشيل السيجنال اللي على اطراف السويتش، او هشيل السيجنال بتاعه السويتش، فالسويتش دوت هيبقى بالنسبه لي اوبن سيركت. تمام، لما السويتش دوت يبقى بالنسبه لي اوبن سيركت، بالتالي الدايود دوت هيبدا ان هو يشتغل او يبقى شورت سيركت. احنا اتفقنا ان السويتش يا اما السويتش هو اللي يبقى شغال يا اما الدايود هو اللي يبقى شغال، فبالتالي السورس دوت هيبدا ان هو يمرر لي كارنت، الكارنت دوت هيبدا ان هو يروح يشحن الكاباستور اللي اسمه C1، وبرده الكويل اللي اسمه L1 هيبدا ان هو يفرغ في نفس الاتجاه اللي شحن فيه، واحنا اتفقنا ان هو شحن في الاتجاه دوت يبقى هيفرغ في نفس الاتجاه دوت، هيبداوا هما الاثنين السورس مع الكويل او الاندكتور اللي اسمه L1 هيبداوا ان هم يشحنوا الكاباستنس اللي اسمها C1، او يكملوا الشحنه بتاعه الكاباستنس اللي اسمها C1، وانا عامل هنا شورت سيركت على الدايره ديت، فبالتالي التيار هيبدا ان هو يرجع تاني للسبلاي في الاتجاه دوت. تمام كده. بعد كده عايزين نشوف ايه اللي حصل، او اللود بتاعي جاله السورس منين او جاله التغذيه بتاعته منين. احنا اتفقنا ان المكثف او الاندكتور دوت، الاندكتور اللي اسمه L2 دوت كان شاحن في الاتجاه دوت من التيار. تمام، هيبدا ان هو يفرغ في نفس الاتجاه، هيبدا ان هو يمرر تيار في اللود بتاعي، ويبدا بعد كده المكثف اللي اسمه C2 هو كمان يفرغ في اللود بتاعي، فاللود بتاع اللود بتاعي هيبدا ان هو ياخد التغذيه بتاعته من الكاباستور اللي اسمه C2 ومن الاندكتور اللي اسمه L2. تمام كده، ويرجع الكرنت تاني يمر. فدلوقتي بالنسبه لي في التيرن اوف بيريود، او لما السويتش بتاعي يبقى تيرن اوف، هلاقي ان L1 هيبدا ان هو يعمل ديس تشارجنج، L2 برده هيبدا ان هو يعمل ديس تشارجنج، C2 هو هيبدا يعمل برده ديس تشارجنج، C1 بس هو اللي بيعمل تشارجنج او بيبدا ان هو يشحن في مرحله التيرن اوف. بعد كده عايزين نشوف الدايره بتاعتي، او في مرحله التيرن اون او التيرن اوف، كل فولتج على اطراف كل كومبوننت من الدايره ديت هيبقى شكلهم عامل ازاي عشان ارسم الويف فورم. تمام، احنا اتفقنا ديورنج تيرن اون لو عايزه اشوف الفولت اللي على اطراف الكويل رقم واحد او الاندكتور رقم واحد اللي هو دوت هيبقى شكله عامل ازاي، هلاقي ان الفولتج اللي على اطراف VL1 هيبقى بيساوي الفولت بتاع السبلاي بتاعي اللي اسمه VD، لان هو بوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف، وانا عامله هنا شورت سيركت، فبالتالي الاثنين فولت دول هيبقوا بيساووا بعض. تمام، بعد كده عايزين نشوف الفولت اللي على اطراف الدايود هيبقى بيساوي ايه. الفولت اللي على اطراف الدايود دوت انا فرضه البولاريتي النيجاتيف فوق والبوزيتيف تحت، بالتالي هو هو نفس شكل الفولت اللي على اطراف الفي سي واحد، او سوري هو هو نفس شكل الفولت اللي على اطراف الفي سي واحد اللي هو من هنا اللي هو دوت في سي واحد، اهو النيجاتيف متوصل مع النيجاتيف والبوزيتيف متوصل على البوزيتيف. بعد كده عايزين نشوف الفي ال 2 الفولت اللي على اطراف الكويل رقم 2 هيبقى شكله عامل ازاي. خلينا نصغر شويه علشان نشوف الاثنين ويف مع بعض، الاثنين ويف مع بعض. اهو الفولتج اللي على اطراف L2 دوت هيبدا ان هو يبقى شكله عامل ازاي. هاخد اللوب الكبيره ديت، هاخد اللوب الكبيره واعمل عليها كيرشوف فولتج لو، اهو اللوب الكبيره ديت وابدا ان انا اعمل عليها كيرشوف فولتج لو، فدوت انا واخده في سي 2 اهو النيجاتيف بتاع في سي 1 سوري في
سي واحد وضع النيجاتيف، هبدأ ان انا امر كده، يبقى في سي واحد ناقص الفي اوتبوت عشان شايفه البوزيتيف، وبعد كده ناقص في ال 2 اللي انا عايزاها. يبقى اقدر اجيب من المعادله ديت الفي ال 2 هيساوي كام. ابدا ان انا اجيب الفي ال 2 هيبقى بيساوي ايه، هيبقى الاقي ان في ال 2 هيبقى بيساوي الفي سي 1 ناقص الفي اوت. تمام كده. طيب اللي عايز اشوف الكاباستور اللي اسمه سي 1 دوت الفولتج اللي على اطرافه بيساوي ايه، اشوف الفولتج اللي على اطرافه بيساوي ايه عشان اعرف اجيب الفي ال 2. ما هو انا جايبه في ال 2، في ال 2 بدلاله الفي سي 1. طب ما الفي سي 1 انا لسه مش عارفاها الفولتج اللي على اطرافها بيساوي ايه، اجيبها منين؟ اجيبها من اللوب الكبيره. اللوب الكبيره اللي هي فين؟ خلينا نصغر بس اهي اللوب الكبيره ديت، اللوب الكبيره دي هبدا ان انا اطبق عليها برضو كيرشوف فولتج لو. انا شايفه هنا الفي دي الاول البوزيت الاول، ممكن انا امشيها يعني يمين او شمال مش هتفرق معانا. اهو هبدا ان انا امشيها كده، اهو انا شايفه النيجاتيف بتاع الفولت بتاع السبلاي يبقى في دي، وبعد كده شايفه البوزيتيف بتاع الفي ال 2 يبقى ناقص في ال 1 سوري، وبعد كده شايفه البوزيتيف بتاع الفي سي 1 يبقى ناقص في سي 1، وبعد كده شايفه النيجاتيف بتاع في ال 2 يبقى زائد في ال 2، وبعد كده شايفه النيجاتيف بتاع الفي اوتبوت يبقى زائد في اوتبوت. يعني لو طبقت كيرشوف فولتج ده على اللوب الكبيره ديت هلاقي ان الفي بتاعه السبلاي ناقص الفي ال 1 ناقص الفي سي 1 زائد الفي ال 2 زائد الفي اوتبوت هيساوي زيرو. تمام كده. بعدين اخد الافريج للمعادله دي كلها، هلاقي ان احنا عارفين ان الافريج على اطراف الاندكتورز ال1 وال2 هما الاثنين هيساوي زيرو، يعني الفي ال1 والفي ال2 هما الاثنين دول الافريج بتاعهم هيساوي زيرو. هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي الفي دي اللي هو الفولت اللي على اطراف السبلاي والفي سي 1 والفي اوتبوت. هلاقي ان من هنا الفي سي 1 افريج هيساوي الفي دي زائد الفي اوتبوت. تمام كده. يبقى قدرت ان انا اجيب الفولتج على اطراف الفي سي 1. بعد كده هشوف التيار بتاع الكويل الاولاني والتيار بتاع الكويل الثاني ديورنج تيرن اون. احنا اتفقنا ان التيار بتاع الكويل هو تيار شحن وتيار تفريغ، تيار شحن من قيمه مينيمم لقيمه ماكسيمم، وبعد كده هيبدا ان هو يفرغ من القيمه الماكسيمم للقيمه المينيمم. وانا بتكلم هنا على اندكتور رقم واحد، فهسميه الاي مينيمم بتاعه اسميه اي واحد واحد، والاي ماكسيمم بتاعه هسميه اي واحد اتنين، والاندكتور الثاني اللي هو ال 2 هسمي التيار المينيمم بتاعه اي 2 واحد، وهسمي التيار الماكسيمم بتاعه اي 2 2. تمام كده. يبقى احنا كده شفنا ديورنج تيرن اون قدرنا ان احنا نرسم. احنا اتفقنا الفي سي 1 هو قيمه كونستانت، لان قيمه الكاباستنس اللي هي سي 1 قيمه كبيره جدا. الفولتج اللي على اطراف الفي ال 1 اتفقنا ان هي بتساوي الفي دي، والكرنت اللي ماشي في الكويل الاولاني ال 1 هو تيار شحن من قيمه مينيمم اسمها اي 1 1 لقيمه ماكسيمم اسمها اي 1 2، والفولتج اللي على اطراف في ال 2 هيبقى بيساوي الفي سي 1 ناقص الفي اوتبوت، وهي قيمه بوزيتيف لان الفي سي 1 قيمتها كبيره اكبر من الفي اوتبوت، اكبر من الفي اوتبوت. والتيار اللي مارر في الكويل الكويل الثاني اللي هو ال 2 بيبدا برضو ان هو يبقى تيار شحن من قيمه مينيمم لقيمه ماكسيمم، قيمه مينيمم اسمها اي 2 1 وقيمه ماكسيمم اسمها اي 2 2، وبعد كده الفولتج على اطراف السويتش بتاعي. احنا اتفقنا ان السويتش دوت يبقى اون، والسويتش لما يبقى اون يبقى عباره عن شورت سيركت، ولما يبقى شورت سيركت يبقى الفولتج اللي على اطرافه بيساوي زيرو. تمام كده. خلي الفولتج اللي على اطراف الدايود، احنا اتفقنا الفولتج اللي على اطراف الدايود هيساوي الفي سي 1، والكرنت اللي على بتاع السويتش بتاعي لو احنا رجعنا كده للترن اون هلاقي ان الكرنت اللي ماشي في السويتش بتاعي هو جاي له تيار من هنا اللي هو اي ال 1، وجاي مرر فيه برضو تيار من هنا اللي هو اي ال 2، يبقى اي ال 1 واي ال 2 بيتجمعوا هما الاثنين بيمشوا في السويتش. تمام. بس اي ال 2 يعني ما بيجيش هنا ناحيه الاي ال 1، والاي ال 1 ما بيجيش هنا، هما بس بيمشوا في البرانش اللي هو بتاع السويتش بتاعي اللي موجود دوت.
فعلشان كده الاي سويتش لو عايز اجيب التيار اللي على التيار اللي ماشي في السويتش، يبقى هو هيبدا ان هو تيار شحن برضو من قيمه مينيمم لقيمه ماكسيمم. القيمه المينيمم هو عباره عن الاي اس 1، والقيمه الماكسيمم اللي هي الاي اس 2. طب الاي اس 1 دي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تيار اللي هو اي ال 1 زائد اي ال 2، اللي هو في الفتره ديت او في المنطقه ديت، يعني هو عباره عن اي 1 1 زائد اي 2 1، والاي اس 2 دوت هو كمان بيساوي اي ال 2 زائد اي ال 2 زائد اي ال 1 اللي هي اي 1 2 زائد اي 2 2. هو ده الكلام اللي مكتوب هنا اهو. التيار بتاع السويتش بيساوي التيار بتاع ال 1 زائد التيار بتاع ال 2، اللي هو لو عايز اجيب القيمه المينيمم بتاع التيار السويتش اللي هي اي 1 1، القيمه المينيمم بتاع ال 1 زائد القيمه المينيمم بتاع ال 2 اللي هو اي 2 1، والقيمه الماكسيمم بتاع تيار السويتش اللي هو اي 1 2 زائد اي 2 2. تمام كده جبت التيار اللي على اطراف السويتش. بعد كده عايزين نشوف الفولتج اللي على اطراف الدايود. اتفقنا الفولتج اللي على اطراف الدايود هو بيساوي ال في سي 1، اللي هو لو رجعنا للدايره الفولتج اللي على اطراف الدايود دوت هو نفسه الفولتج اللي على اطراف الكاباستنس اللي اسمها سي 1. وبعد كده لو عايزين نجيب التيار اللي ماشي في الدايود، الدايود طبعا هو عباره عن اوبن سيركت فما فيش تيار ماشي فيه. بعد كده عايزين نشوف ديورنج التيرن اوف اللي بيحصل في الدايره بتاعتي. عايزين برضو نجيب الفولتج اللي على الاطراف ال 1 والفولتج اللي على الاطراف ال 2 والتيارات وكل حاجه زي ديورنج تيرن اون بالظبط. خلينا نشوف الاول التيار او الفولتج اللي على الاطراف ال 1. لو احنا شفنا كده التيار او الفولتج اللي على الاطراف ال 1، هناخد انهي لوب؟ اللوب ديت. لو اخدنا اللوب ديت كده يبقى الفولت بتاع ال في دي، انا شايفه هنا النيجاتيف، يبقى هاخد هنا الاشاره الثانيه ناقص في ال 1 هيبقى برضو ناقص في سي 1، وبعد كده شورت سيركت. كل الكلام دوت هيبقى بيساوي كام؟ هيبقى بيساوي 0. تمام كده. بعد كده عايزين نشوف يبقى ال في ال 1 دوت هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي ال في سي 1 ناقص ال في دي كل دوت. وبعد كده في اشاره بالسالب، خلينا نشوفها. طيب تحت هنا اهو اهو هلاقي ان من هنا في دي ناقص في ال 1 ناقص ال في سي 1 هتساوي 0، يبقى في ال 1 هتبقى بتساوي سالب. احنا اتفقنا ان ارسم ال في ال 1 جزء بوزيتيف في التيرن اون بيريود وبعد كده جزء نيجاتيف في التيرن اوف بيريود، يبقى ال في ال 1 هيبقى بيساوي النيجاتيف ال في سي 1 ناقص ال في دي. تمام كده. يبقى انا كده جبت الفولتج اللي على اطراف ال ال 1. عايز اجيب الفولتج اللي على اطراف ال 2 برضو. لو جينا هنا للدايره ديت هنشوف الفولتج اللي على اطراف ال 2 دوت، هلاقي البوزيتيف هنا متوصل مع النيجاتيف بتاع اللود بتاعي، فالفي ال 2 شايف نيجاتيف الفي اوتبوت اللي طالع على اللود هنا اهو. ننزل تحت نشوفه الفولت اللي على اطراف ال 2 اهو، الفولتج الفي ال 2 هيبقى بيساوي نيجاتيف في اوتبوت. تمام كده. بعد كده عايزين نشوف التيارات برضو. عايزين نشوف التيار بتاع السويتش. التيار بتاع السويتش طبعا السويتش دوت اوبن سيركت، فبالتالي التيار اللي على اطراف السويتش او التيار اللي ماشي في السويتش دوت بيساوي 0. عايزين نشوف التيار بتاع الدايود. احنا متفقين ان التيار بتاع الكويل ال 1 وال ال 2 في ديورنج تيرن اوف هيبدا ان هو يبدا ان هو يعمل ديستشارج من قيمه ماكسيمم لقيمه مينيمم بالنسبه لل 1 وبالنسبه لل 2. طب بالنسبه للتيار بتاع الدايود، لو احنا شفنا هنا في الدايره بتاعتي هلاقي ان الفي فولت اللي خارج من هنا اللي هو التيار اللي خارج من هنا اللي هو عباره عن اي ال 1 بيبدا ان هو يمر عبر الدايود، والتيار بتاع اي ال 2 بيبدا ان هو يمر برضو عبر الدايود، فالتيار اللي هو اي دايود هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي اي ال 1 زائد اي ال 2 تمام كده. ده الكلام اللي موجود هنا تحت عندي اهو. الاي دايود هيبقى بيساوي اي ال 1 زائد اي ال 2. تمام. بعد كده عايزين نرسم بقى الويف فورم بتاعه كل حاجه في الدايره. احنا اتفقنا ان الفي سي 1 دوت لو احنا جبناها برضو ديورنج تيرن اوف، الفي سي 1 لو خدناها من اللوب الكبيره ديت، لو خدناها من اللوب سوري لو اخدناها من اللوب الكبيره ديت هتبقى بتساوي ايه؟ هتساوي الفي دايود ناقص ال في ال 1 ناقص ال في سي 1 زائد ال في ال 2
زائد ال V output، كل الكلام دوت هيبقى بيساوي زيرو. واحنا متفقين ان الفولتج اللي على الاطراف L1 والفولتج اللي على الاطراف L2 الافريج بتاعهم بيساوي زيرو. فانا لو خدت الافريج المعادلة دي كلها هيبقى في الاخر هيبقى لي ال VD اللي هي الفولت بتاع السبلاي ناقص ال VC1 زائد ال V output هيساوي زيرو. فمعنى كده ان ال VC1 بتاعي هيبقى بيساوي الفولتج بتاع السبلاي زائد الفولتج اللي على الاطراف اللود، ما تغيرش ديورنج تيرن اون او ديورنج تيرن اوف. وده بيوضح لك برضو ان ال VC1 هو قيمة كونستانت وبتساوي ال VD زائد ال V output، لان طبعا الستورد انرجي اللي بتحصل في المكثف بتبقى كبيرة جدا، وان المكثف C1 ده زي ما اتفقنا قيمته كبيرة. تمام. بعد كده ده كده رسمنا ال VC1 خلاص كملناه. وبعد كده ال VL2 احنا اتفقنا ان ال VL1 هيبدأ ان هو يبقى بيساوي سالب ال VC1 ناقص ال VD، اهو رسمتها قيمة بالنيجاتيف بتساوي سالب VC1 ناقص ال VD. وبعد كده اتفقنا ان IL1 هيبدأ ان هو يفرغ من قيمة ماكسيمم اللي سميتها I12 لقيمة مينيمم سميتها I11. وطبعا ده التكرار بتاع البيريود، احنا متفقين ان احنا بنرسم سايكل ونص. تمام. وبعد كده عايزه ارسم الفولتج اللي على الاطراف L2 في ديورنج تيرن اوف، هلاقي ان هو بيساوي سالب في اوت، عشان كده رسمته بالنيجاتيف. وبعد كده التيار اللي على التيار اللي بيمر في L2 برضو هيبدا ان هو يفرغ من قيمه ماكسيمم I22 لقيمه مينيمم اسمها I21. والفولتج اللي على اطراف السويتش بتاعي، الفولتج اللي على اطراف السويتش لو شفنا هنا من اللوب ديت اهي، من اللوب دي كده، هلاقي ان الفولتج اللي على اطراف السويتش هو بيساوي ال VC1. تمام. بعد كده ال VC1، بعد كده عايزين نجيب الكرنت بتاع السويتش. الكرنت بتاع السويتش بزيرو، لان السويتش هنا مفتوح من مجرد فيه كرنت. والفولتج اللي على اطراف الدايود برضو، الدايود هنا شورت سيركت، فبالتالي الفولتج اللي على اطرافه بيساوي زيرو. والكرنت بتاع الدايود احنا اتفقنا ان هو عباره عن IL1 زائد IL2، ف IL مع كده التيارين بتاع IL1 زائد التيار بتاع IL2 هيديك ان الكرنت بتاع الدايود دوت هيبدا ان هو يعني هيبدا من قيمه ماكسيمم لقيمه مينيمم. القيمه الماكسيمم سميتها ID2 والقيمه المينيمم سميتها ID1. الاي دي 2 عباره عن ايه؟ عباره عن I22 زائد I12، واي دي 1 هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن I11 زائد I21، وده الكلام اللي مكتوب هنا مظبوط يعني. تمام. بعد كده عايزين نشوف التيارات بتاعة المكثفات سواء IC1 او سواء IC2، والفولتج اللي على اطراف المكثف C2، لان احنا اتفقنا ان الفولتج اللي على اطراف C1 هو قيمة كونستانت زي ما احنا شايفين هنا. وطبعا رسمت ال V output وال I output كونستانت طبعا، لان احنا متفقين ان الدايرة ديت ريبل فري، يعني ما فيهاش مفترضين ان هي ما فيهاش اي ريبلز على اطراف اللود بتاعي. لو عايزه ارسم التيار بتاع كاباسترز اللي اسمه C1، لازم اشوف ديورنج تيرن اون الكاباستور دوت كان التيار بتاعه بيساوي انهي تيار، وديورنج تيرن اوف برضو الكاباستور دوت التيار بتاعه كان بيساوي انهي تيار. بعد كده ديورنج تيرن اون اللي هو لما السويتش يبقى اون والدايود يبقى اوف، هلاقي ان المكثف اللي اسمه C1 دوت، لو انت لاحظت هنا اهو، هتلاقي ان التيار بتاع الكويل اللي اسمه L2 دوت هو نفس التيار بتاع IC1. يبقى IL2 هيبقى بيساوي IC1، وياخدوا نفس الشكل التيار. تمام كده. علشان كده لما جيت رسمت هنا ديورنج تيرن اون، ديورنج تيرن اون هنا، هلاقي ان IC1 هو نفسه ال IL2. علشان كده رسمتها اهو، بيبدا من قيمه مينيمم اللي هي I21 لغايه قيمه ماكسيمم اللي هي I22. هل لما يعمل تيرن اوف هل هيفضل مكمل ال IC1 هيبقى بيساوي IL2؟ لا، ده هنا لما يبدا يعمل تيرن اوف هلاقي ان IC1 دوت هو نفس شكل، سوري، هو نفس شكل التيار بتاع IL1 اللي هو ميرور هنا اهو. IL1 هو نفس شكل التيار بتاع IC1. طيب لو عايزين نشوف شكل التيار بتاع ال IC1 هيبقى شكله عامل ازاي، يبقى اخده هو نفس شكل التيار بتاع IL1. طب IL1 بيبدأ من قيمة ماكسيمم اللي هو I12 لحد قيمة مينيمم اللي هي I11، بس هل البولاريتي
حياتي، او هل الاتجاه اللي انا فرضاه لاي سي واحد هو نفس الاتجاه بتاع اي ال اتنين. خلي بالك ان انا هنا فرضه ان الاتجاه او الاتجاه اللي انا هرسم بيه الويف فورم بتاعتي هو الاتجاه دوت، يعني اي سي واحد بيمر في الاتجاه دوت، ولكن اي سي اي ال واحد هيمر في الاتجاه دوت، فبالتالي الاتنين هم معكوسين بالنسبه لبعض، فلازم اعكس التيار بتاع اي ال واحد دوت علشان ابدا ارسم بالبولاريتي اللي انا فرضاها من الاول في الدايره بتاعتي. علشان كده انا رسمته في النيجاتيف سايكل، لان هما الاثنين في النيجاتيف يعني زون، علشان هما الاثنين عكس بعض. تمام، ان اتفقنا ان البولاريتي اللي انت بتفترضها في الرسمه في اول الرسمه هنا اهو، انت مفترض البولاريتي ديت ان هي من اليمين للشمال، يبقى دي البولاريتي اللي انت هتفضل ترسم بيها كل الويف فورم بتاعتك سواء ديورنج تيرن اون او سواء ديورنج تيرن اوف. بعد كده عايز اشوف التيار بتاع اي سي 2، عايزين نرسم شكل التيار بتاع المكثف رقم 2، عايزين نشوفه شكله عامل ازاي. هناخد النود هنطبق ايه، احنا متفقين ان احنا بنطبق النود كارنت على يعني قاعده النود على النود ديت. هلاقي ان النود عند النود ديت الاي مجموع التيارات اللي داخله بتساوي مجموع التيارات اللي خارجه. التيارات اللي داخله هي ايه؟ عباره عن الاي اوتبوت زائد الاي سي 2 هيبقى بيساوي مجموع التيارات اللي خارجه عباره عن الاي ال 2. ومن هنا اقدر اجيب ان الاي سي 2 هيبقى بيساوي الاي ال 2 ناقص الاي اوتبوت. لو انت خدت الافريج للمعادله دي، احنا عارفين ان الافريج بتاع تيار الكباستور دوت بيساوي زيرو، يعني الاي اوتبوت هيبقى بيساوي الاي ال 2، واحنا عارفين ان الاي اوتبوت هي بتساوي الفي اوتبوت على الريزيستنس بتاعتي، او هي بتساوي الافريج فاليو بتاعه التيار بتاع التيار بتاع الكويل رقم 2 اللي هو عباره عن الاي 2 1 زائد اي 2 2 على الاثنين. فعشان كده هرسم الفي اوتبوت بتاعي على انهي ويف فورم، هرسمها على الويف فورم بتاعه التيار اللي اسمه الاثنين، لان هما الاثنين هيبقوا بيساووا بعض فيها. يعني هنا هبدا ان انا ارسم اهوت التيار الاوتبوت بتاعي، هرسمه في ما بي يعني في المنتصف هنا، لان انا جبت الافريج بتاع الموجه ديت هي بيساوي نفس تيار الاوتبوت اللي هو ده اي اوتبوت، وابدا ان انا اطرح الاثنين ويف فورم من بعض. احنا عملنا نفس الاناليسيس دي بالظبط للباك والبوست والباك بوست كونفرتر، ما فيهاش اي اختلاف. هنا هبدا ان ارسم الاي سي 2، هيبدا من هنا تبدا ان انت تطرح الاي ال 2 ناقص الاي اوتبوت. الاي ال 2 قيمه اقل من الاي اوتبوت، عشان كده هيطلع لك ان الاي سي 1 او الاي سي 2 1 ديت هيبقى قيمه نيجاتيف. وبعد كده عند النقطه ديت هتبدا ان هي يمر بالزيرو هنا اهو، وبعد كده هيبدا هنا الاي ال 2 اللي هو قيمه ماكسيمم هيطرح من الاي اوتبوت القيمه اقل منها، هيديني قيمه بوزيتيف اللي هي اي سي 2 2. تمام كده، وهكذا. طبعا دوت احنا الويف فورم دي رسمناها هي نفسها للباك والبوست والباك بوست كونفرتر، ما فيهاش اي اختلاف، ونفس الاناليسيس ونفس كل حاجه انا بعملها لشكل التيارات او شكل الفولتات هنا. تمام، بعد كده عايزه ارسم الاي الفي سي الفي سي 2. احنا اتفقنا ان الفي سي 2 دوت بجيبه ازاي، او الفولتج بتاع المكثف. احنا اتفقنا ان الفولت على اطراف المكثف بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على سي على قيمه المكثف. وبعد كده ببدا ان انا كامل قيمه التيار بتاعي، فعلشان اكامل قيمه التيار بتاعي اللي هي بتاعه المكثف سي 2، هتبدا ان انت تكامل خط لينير، هيطلع لك بارابولا، والبارابولا ديت هي لتحت كده، لان الميل بتاع السلوب بتاع الخط دوت هو بالنيجاتيف، وبعد كده السلوب بتاع الخط دوت بالبوزيتيف، عشان كده البارابولا باصه لتحت، وبعد كده السلوب بتاع الخط دوت بالنيجاتيف، عشان كده البارابولا هتبقى باصه لفوق. يبقى انت كده جبت الفولتج اللي على اطراف الكاباستنس سي 2. احنا كده رسمنا كل الويف فورم بتاعه الدايره بتاعتي. بعد كده عايزه اشوف الكالكيوليشن بقى، عايزين ندخل. احنا اتفقنا ان اول حاجه بجيبها هي ريليشن بتوين الفي اوتبوت والفولتج اللي على اطراف اللود والفولت بتاع السبلاي. كنت بجيبها منين؟ والله انا كنت بجيبها من الاندكتور، من تيار الاندكتور. كنت بجيب الاريا البوزيتيف بتساوي الاريا النيجاتيف. طيب انا دلوقتي عندي اتنين اندكتور او اتنين ال1 وال2، اخد انهي واحد فيهم؟ براحتك، شوف الاسهل بالنسبه لك، هما الاتنين هيطلعوا نفس النتيجه. لو احنا خدناها على الاندكتور اللي اسمه ال1، شكل الويف فورم بتاعتها هو في البوزيتيف
او في مرحله التيرن اون هلاقي ان الفي ال واحد هو بيساوي الفولت بتاع السبلاي، وديورنج تيرن اوف هلاقي ان هو بيساوي الفولتج اللي على السالب الفولتج اللي على اطراف الكابستنس سي واحد ناقص الفولتج بتاع السبلاي. هتبدا ان انت تاخد الاريا البوزيتيف بتساوي الاريا النيجاتيف، يبقى الفي دي في تي اون هتبقى بتساوي الفي سي واحد ناقص الفي دي في التي اوف، وتبدا ان انت تودي بقى الفي دي مع بعضها، الفي دي في تي اون زائد تي اوف، التي اون زائد التي اوف احنا اتفقنا ان دي تي كابيتال او البيريود بتاعتي كلها، هيبقى بيساوي الفي سي واحد في التي اوف، وبالتالي من هنا تقدر ان انت تجيب الفي سي واحد هتبقى بتساوي الفي دي في التي اللي هي التوتال بيريود بتاعتي على التي اوف، ودي المعادله رقم واحد. بعد كده عايزين نجيب المعادله رقم اتنين، نجيبها منين؟ هنجيبها من الاندكتور اللي اسمه ال اتنين، هنبدا برضو نساوي الاريا البوزيتيف بالاريا النيجاتيف، ونبدأ ان احنا نكمل او نجيب معادلة تانية نحل بيها المعادلتين دول مع بعض. طيب هقول ان الاريا البوزيتيف اللي هو عبارة عن الفي سي واحد ناقص الفي اوبوت في التي اون هتبقى بتساوي الفي اوبوت في التي اوف، هجيب الفي اوبوت كلها في ناحية واحدة، يبقى الفي اوبوت في التي اون زائد التي اوف اللي هي توتال بيريود بتساوي الفي سي واحد في الفي سي واحد في التي اون. ومن هنا هقدر اجيب الفي سي دي سي، سوري انا دي في سي واحد، سوري دي في سي واحد هتبقى بتساوي الفي اوبوت في تي على تي اون من المعادله رقم واحد والمعادله رقم اتنين، دي في سي واحد ودي في سي واحد هساوي المعادلتين ببعض، هيديك ان الفي دي في تي على تي اوف بتساوي الفي اوبوت في تي على تي اون، التي هتروح مع تي، يبقى معنى كده ان الفي اوبوت هتبقى بتساوي التي اون على التي اوف في الدي. طبعا احنا متفقين ان الدي اون التي اون ديت هي عباره عن الدي او الكي ديوتي ريشيو يعني بتاعتي في التوتال بيريود اللي هي تي، والتي اوف اللي هي واحد ناقص الدي في التوتال بيريود، التي برضو هتروح مع تي، هيديك في الاخر ان الفي اوبوت هتبقى بتساوي الدي على واحد ناقص الدي في الفي في الفولتج بتاع السبلاي. ودي نفس شكل ده نفس شكل المعادله اللي طلعت لي من الباك بوست كونفرتر، واحنا اتفقنا ساعتها ان لو الدي ديت او الكي ديت اقل من النص يبقى معنى كده ان انا شغاله ستيب داون كونفرتر، ولو هي اكبر من النص يبقى معنى كده ان انا شغاله ستيب اب كونفرتر. تمام. بعد كده عايزين نشوف بقى الاندكتور كارنت، الاندكتور كارنت اللي هو الاي واحد واحد والاي واحد اتنين والاي اتنين اتنين والاي اتنين واحد، اقدر ان انا اجيبهم ازاي؟ احنا متفقين ان احنا بنجيبها من بجيب او بجيب معادلتين، اول معادله فيرست ايكويشن بجيب الفولت الفي ال واحد، احنا عايزين نجيب الاندكتور كارنت بتاع ال واحد، يبقى اجيب الفي ال واحد هتبقى بتساوي ال واحد في التغير في التيار على التغير في التايم، فانا هاخد ديورنج تيرن اون، احنا متفقين ديورنج تيرن اون لو احنا رجعنا كده للدايره هلاقي ان الفي ال واحد هيساوي الفي دي او الفولتج بتاع السبلاي، الفولتج بتاع السبلاي هيبقى بيساوي ال ال واحد في التغير في الكارنت، الكارنت اتغير من اي واحد اتنين لاي واحد واحد، يعني اهو لو رجعنا هنا اتغير من اي واحد اتنين لاي واحد واحد، والتايم اتغير من تي اون لحد الزيرو. تمام كده قسمت الاتنين على بعض، قدرت ان انا اجيب اول معادلة تجمع لي ما بين الاي واحد اتنين والاي واحد واحد، الاي واحد اتنين ناقص الاي واحد واحد هتبقى بتساوي التي اون على ال وان في الفي دي، ودي اول معادلة بالنسبة لي. تاني معادلة بالنسبة لي هجيبها ان انا شغالة لوسلس كونفرتر، اللوسلس كونفرتر دوت الباور انبوت هتبقى بتساوي الباور اوبوت، طب الباور انبوت اللي هو الفي دي في الاي دي بتاع السبلاي، والباور اوبوت اللي هي الفي اوبوت في الاي اوبوت، اقدر ان انا اجيب من هنا الاي دي، الاي دي اللي هي بتساوي الفي اوبوت في الاي اوبوت على الفي دي. طب انا هستفاد ايه من الاي دي؟ احنا مش متفقين ان هنا ديورنج تيرن اون او ديورنج تيرن اوف الفولتج والكرنت بتاع الاي دي دوت هو نفس شكل التيار بتاع الاي ال 1، يبقى الاي دي دوت هيبقى بيساوي اي ال 1. تمام كده، فعلشان كده انا قلت ان الاي ال الاي دي دوت هو بيساوي الاي ال 1 كافريج طبعا. تمام، يبقى هنا اقول ان الاي دي بتساوي الفي اوتبوت في الاي اوتبوت على الفي دي اللي هي بتساوي اي ال 1. تمام، طب اي ال 1 افريج اللي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اي واحد واحد زائد اي واحد اتنين على الاتنين، هساويها بالمعادله ديت، يبقى انا جبت الاي واحد واحد زائد اي واحد اتنين هتساوي اتنين في اوتبوت في اي اوتبوت على الفي دي، ودي تاني معادله بالنسبه لي. هبدا ان انا احل المعادلتين مع بعض علشان
عشان اجيب الاي واحد واحد والاي واحد اتنين. طبعا الفي اوتبوت بالنسبه لك ممكن يبقى معلوم، والفي دي والاي اوتبوت كل دوت هيبقى بالنسبه لك معلوم، تقدر ان انت تجيب منهم الاي واحد واحد والاي واحد اتنين. بعد كده عايزين نجيب الاندكتور كارنت اللي هو ال اتنين، اللي هو التيار بتاع الاي اتنين واحد والاي اتنين اتنين، التيار المينيمم والتيار الماكسيمم. تمام، هجيبهم ازاي؟ نفس الكلام برضو، هقول فيرست ايكويشن، اول ايكويشن بالنسبه لي هبدا ان انا اجيب الفي ال2 هتبقى بتساوي ال2 في التغير في الكرنت على التغير في التايم. هاخدها ديورنج تيرن اون ولا ديورنج تيرن اوف؟ الاسهل بالنسبه لك ان انت تاخدها ديورنج تيرن اوف، لان ديورنج تيرن اوف الفي ال2 هتبقى بتساوي الفي اوت. تمام كده، يبقى ديورنج تيرن اوف الفي ال2 هتبقى بتساوي سالب الفي اوت، سوري، هيبقى سالب في اوت بيساوي ال2 في التغير في الكرنت. الكرنت هيتغير من اي 2 1 لاي 2 2 على التي اوف. تمام كده، يبقى بالنسبه لي دي اول معادله هجيب منها التيارات، الاي 2 1 ناقص الاي 2 2 هتبقى بتساوي سالب التي اوف على ال2 في الفي اوت. طب السكند ايكويشن هجيبها منين؟ هجيبها من النود ايكويشن، احنا متفقين هجيبها من النود ايكويشن. النود ايكويشن اللي هي موجوده فين؟ اللي هي موجوده، ثانيه واحده، اهو ديورنج تيرن اوف. احنا متفقين ان النود ايكويشن هي هنا مجموع التيارات اللي داخله بتساوي مجموع التيارات اللي خارجه. التيارات اللي داخله هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاي اوبوت زائد الاي سي 2 هتبقى بتساوي الاي ال 2. تمام كده، بعد كده انزل تاني اهو، الاي ال 2 هتبقى بتساوي الاي سي 2 زائد الاي اوتبوت. احنا ناخد الافرج للمعادله ديت، احنا متفقين ان الافرج بتاع التيار بتاع الكاباسيتنس ديت بزيرو، يبقى الاي ال 2 افرج بتساوي الاي اوتبوت افرج، والاي اوتبوت افرج انا عارفاها اللي هو الفي اوتبوت افر الفي اوتبوت على الريزيستنس، يبقى والاي ال 2 افرج اللي هو عباره عن اي 2 1 زائد اي 2 2 على ال 2. دي تاني معادله هبدا ان انا استخدمها بالنسبه لي، احل المعادلتين دول مع بعض هقدر ان انا اجيب الاي 2 1 وهقدر اجيب الاي 2 2. لو عايز اجيب التشنج اوف كاباستور فولتج اللي هو الدلتا في سي 2 او الدلتا في اوتبوت، اللي هي الدلتا في اوتبوت، لان هي بتساوي تي على 4 سي 2 في الاي سي 2 2. الاي سي 2 2 احنا عارفين ان هي بتساوي الاي 2 2 ناقص الاي اوتبوت. الاي اوتبوت اللي هي عباره عن الفي اوتبوت على الريزيستنس اللي احنا كنا رسمينها في الدايره. لو عايز اجيب التشنج اوف كاباستور فولتج بتاع الدلتا في سي 1 للكاباستور اللي هو الاولاني، اثبات هنا موجود، ممكن تبقى تساله يعني الدكتور هو عليكم او لا، بس انا هاخد منه القانون الاخير. يعني دلتا في سي 1 هتبقى بتساوي 1 ناقص الدي اللي هي ديوتي ريشيو على السي 1 في الفريكوانسي في الاي ال 1. طيب احنا متفقين ان انا لو عايز اجيب الريشيو يعني ما بين الاوتبوت والانبوت، بفترض ان انا عندي لوسلس كونفرتر، يعني الباور اوتبوت بتساوي الباور انبوت، يعني الفي اوتبوت في الاي اوتبوت بتساوي الفي دي في الاي دي، يعني الفي اوتبوت هيبقى والفي اوتبوت احنا متفقين ان هي بتساوي دي على 1 ناقص الدي في الفي دي، فعشان كده الريشيو بتاعت الفي اوتبوت على الفي بتاعه السبلاي بتساوي الاي دي على الاي اوتبوت، هتبقى بتساوي دي على 1 ناقص الدي. انا كده كملت كل الاناليسيس بتاعه الدايره، هبتدي ان انا اشوف بقى مساله ازاي ان انا اطبق المساله ديت على التشوك. هنبدا ناخد اول اكزامبل على التشوك كونفرتر، اهو مديك الدايره اهي بتاعه التشوك كونفرتر، مسهل عليك يعني، بس عاده برضو باكد عليكم ان شكل الدايره ديت حفظ عشان ممكن يقول لك درول السيركت. يعني بيقول لك التشوك كونفرتر شون ذا اوبريتنج فريكوانسي، الفريكوانسي بتاعتي 50 كيلو هرتز، وبعد كده الديوتي ريشيو بتاعتي هي 6 من 10، وبعد كده اللود بتاعي الاوتبوت كارنت بتاعي هو بيساوي 5 امبير، وبعد كده مدينا قيمه ال ال 1 وال ال 2 كل واحده فيهم 1 ملي هنري، وبعد كده عايز بيقول لي احسبي الفاليو بتاعت الريزيستنس بتاعت اللود، وبعد كده تاني مطلوب احسبي الافريج فاليو بتاع الفي سي 1 والاي ال 1، وعايز البيك تو بيك فاليو بتاع ال ال 1 وال ال 2. احنا متفقين ان هو اي 1 2 ناقص اي 1 1 واي 2 2 ناقص اي 2 1 اللي هو ريبل كورنت يعني. وبعد كده بيقول لي سكتش الويف فورم بتاعه الفي ال 1 والاي ال 1 والاي اس والتيار بتاع المقاس.
طبعا او شكل الويف فورم كلها احنا رسمينها قبل كده، احنا رسمينها واستفدنا فيها قبل كده تمام. او شكل الاي ال واحد هو تيار شحن، تيار بيبدا ان هو شحن من قيمه مينيمم لقيمه ماكسيمم، اي واحد واحد لاي اتنين واحد، وبعد كده من قيمه ماكسيمم لقيمه مينيمم وهكذا. والاي بتاعه السويتش بتظهر لما يكون السويتش دوت شغال ديورنج تيرن اون، وهو التيار بتاع السويتش هو نفس التيار بتاع التيار بتاع السويتش هو نفس التيار اي ال واحد زائد اي ال اتنين تمام كده. يبقى ده اي اس واحد زائد اي، وهنا اي اس اتنين، سوري هي مكتوبة اي واحد واحد واي اتنين واحد، مش عارفة ايه بالي بصراحه. وبعد كده جبت الاي سي 2 الاي سي 1. بص هو هنا خلي بالك ان هو هنا مفترض لك اتجاهات لقيم للتيارات بتاعه المكثف والتيار بتاع السويتش، خلي بالك ان هو ممكن يبقى جبرك على اتجاه تيار معين تمام. بعد كده عايزين نحسب الريزيستنس بتاعه اللود. لو عايز احسب الريزيستنس بتاعه اللود احنا مديني الفي اوتبوت هتبقى بتساوي الفي دي، في ال في دي اللي هو الفولتج بتاع السبلاي اللي هو مديهولك ب 20 فولت، في دي اللي هي ديوتي ريشيو اللي هي ب 6 من 10 على 1 ناقص دي اللي هي 6 من 10، اقدر اجيب من هنا ال في اوتبوت اللي هي ب 30 فولت. احنا متفقين ان الاي اوتبوت اللي هو مديهولي بيساوي ال في اوتبوت على قيمه الريزيستنس، فاقدر اجيب قيمه الريزيستنس اللي هي بتساوي ال في اوتبوت على الاي اوتبوت، اقسم ال 30 على الخمسه هيديك قيمه الريزيستنس بتاعه اللود ب 6 اوم. وبعد كده بيقول لي عايز ال في سي 1 افريج، واحنا اتفقنا ان ال في سي 1 واحد افريج من غير ما ابص على شكل الدايره هو بيساوي الفولتج بتاع الاوتبوت زائد الفولتج بتاع السبلاي. الفولتج بتاع الاوتبوت اللي هو 30 فولت والفولت بتاع السبلاي اللي هو 20 فولت، يبقى هيساوي 50 فولت. وبعد كده بيقول لي عايز الاي ال 1 افريج. الاي ال 1 افريج احنا متفقين ان اي ال 1 افريج ديت هي بتساوي الاي دي افريج او التيار بتاع السبلاي افريج. والتيار بتاع السبلاي افريج اقدر اجيبه منين؟ احنا مفترضين ان احنا شغالين لوسلس كونفرتر، يعني الباور انبوت هتبقى هي الباور اوتبوت. الباور انبوت عباره عن ايه؟ عباره عن الفي دي في الاي دي، والباور اوتبوت عباره عن الفي اوتبوت في الاي اوتبوت. معايا الفي اوتبوت ومعايا الاي اوتبوت ومعايا الفي دي، هقدر ان انا اجيب من هنا الاي دي تطلع ب 7.5 امبير اللي هي نفس الاي ال 1 افريج تمام. بعد كده عايز بيقول لي احسبي لي الريبل كارنت بتاعت ال 1 بتاعت الاندكتور الاولاني وبتاعت الاندكتور الثاني. احنا متفق هو مسهل عليا حتى، مش جاي مش عايز اي واحد واحد واي اتنين واحد، فانا محتاجه معادله واحده بس اجيب منها الريبل كارنت. اجيبها منين؟ من المعادله اللي هي بتاعت ال في ال 1 هتبقى بتساوي ال ال 1 في الدلتا اي 1 تغير في التيار على التغير في التايم التغير في ديورنج. احنا اتفقنا ان احنا هناخد ديورنج تيرن اون، ديورنج تيرن اون ال في ال 1 هتبقى بتساوي ايه؟ هيبقى بيساوي الفي دي، الفي دي هتبقى بتساوي ال1 في التغير في التيار، من التغير في التيار على التي اون. يبقى اقدر ان اجيب من هنا التغير في التيار، هقول ان هو بيساوي الفي دي في التي اون على ال1. هبدا ان انا اجيبها لان انا معايا التي اون اللي هي دي عباره عن الدي في التي، والتي هي عباره عن واحد على اف واحد على الفريكوانسي، هقدر ان انا اجيبها. خلينا نوضحها اكتر. احنا متفقين ان سوري التي اون هي عباره عن الدي في التي كابيتال تمام، والتي كابيتال هي مش معايا بس انا معايا الفريكوانسي، وعارفه ان التي هتبقى بتساوي واحد على الفريكوانسي، فشيل هنا التي من البسط واحطها في المقام تبقى دي على دي. يبقى هو التي اون اهوت شالها وعوض مكانها بدي على الفريكوانسي وال1 والفي دي وكل الكلام دوت عندي. اقدر ان انا اجيب الدلتا اي 1 اللي هو التغير في التيار بتاع الاندكتور الاولاني هيطلع ب 36 من 100 امبير. طب عايز اجيب التغير في التيار بتاع الاندكتور الثاني اللي هو اي اللي هو بتاع ال2، هقول ان في ال2 هتبقى بتساوي ال2 في التغير في التيار على التغير في التايم. احنا متفقين ديورنج تيرن اوف، ديورنج تيرن اوف هلاقي ان الفي دي هتبقى بتساوي سالب الفي اوتبوت. يبقى سالب في اوتبوت هيبقى بيساوي ال ال 2 في الاي 1 2 ناقص اي 1 1 على التي اوف. وطبعا انا معايا التي اوف، التي اوف اقدر ان انا اجيبها ازاي؟ التي اوف هي عباره عن 1 ناقص الدي في التي كابيتال، والتي كابيتال هي عباره عن 1 على الفريكوانسي. يبقى اشيل التي اوف ديت وابدا ان انا اعوض عنها برضو زي المره اللي فاتت. يبقى اقدر ان انا اجيب من هنا ان الدلتا اي بتساوي الفي اوتبوت في التي اوف، في اوتبوت
في التي اوف على الاتنين، هي الفي اوت معايا والتي اوف احنا اتفقنا ان هي بتساوي واحد ناقص الدي على الفريكوانسي، وده كله معايا. هبدأ ان انا اجيب التغير في التيار بتاع الاتنين. المسائل بتاع السويتشنج مود ريجوليتور بتيجي مسائل واضحه يعني وصريحه وما فيهاش اي حاجه. لو عايز اشوف مثال تاني على التشوك كونفرتر، اهو بيقول لي ذا انبوت فولتج اوف تشوك كونفرتر، وهو مش راسم لك الدايره، مش راسم لك اي حاجه. انت طبعا اكيد لازم ترسم الدايره علشان تعرف ان انت ترسم الويف فورم او تقدر ان انت تحسب اي فولتج او كارنت هو مديهولك. تشوك كونفرتر السبلاي بتاع التشوك كونفرتر او الانبوت بتاعه اللي هو الفي دي 12 فولت، ذا ديوتي ريشيو 25%. وافهم من الديوتي ريشيو ديت اللي هو مديهالي ان انا شغاله ستيب داون كونفرتر، لان دوت اقل من النص. تمام. اند ذا سويتشنج فريكوانسي، سويتشنج فريكوانسي بتاعتي 25 كيلو هرتز، ال1 مديها لي قيمتها 180 مايكرو هنري، وال2 150 مايكرو هنري، والسي1 200 مايكرو فراد، والسي2 220 مايكرو فراد، والافريج اوتبوت كارنت مديهولي بواحد وربع امبير. وبيقول لي ديترماين اول حاجه الافريج انبوت فولتج، عايز الفي اوتبوت. ابدا ان انا احسب كل مطلوب الاول بدل ما اقراهم كلهم. الفي اوتبوت هيبقى بيساوي، احنا اتفقنا ان هو بيساوي الدي على واحد ناقص الدي في الفي دي، الدي هو مديها لي بربع والفي دي هو مديها لي ب 12 فولت. اقدر ان انا احسب من القانون دوت الفي اوتبوت هتطلع ب 4 فولت، وده منطقي جدا لان الفي اوتبوت المفروض ان هي تطلع اقل من الفولت بتاع السبلاي، لان الديوتي ريشيو بتاعتي هي اقل من النص. لو كانت اكبر من النص يبقى لازم الفي اوتبوت دوت يطلع اكبر من الفي دي بتاع السبلاي. وبعد كده بيقول لي احسبي لي الافريج انبوت كارنت بتاع اي ال 1. الافريج انبوت كارنت بتاع اي ال 1 احنا اتفقنا ان اي ال 1 دوت الافريج بتاعه هو بيساوي الاي دي اللي هو بتاع السبلاي. لو حد لسه مش مقتنع فيها خلينا نرجع لشكل الدايره، سوري، اهو شكل الدايره بتاعتي اهو. الاي دي هو نفس التيار اي ال 1، وهنا برضو التيار الاي دي هو لو انت جبت الافريج يعني بتاع الكرنت دوت، الاي دي هو برضو نفس التيار بتاع اي ال 1. تمام. يبقى اجيب الافريج فاليو بتاع الاي دي اكني جبت الافريج فاليو بتاع تيار الاي ال 1. تمام. ثانيه واحده، ايوه اهي. تمام. يبقى الاي ال 1 هتساوي الاي دي، والاي دي اقدر اجيبها منين؟ اقدر اجيبها من المعادله بتاعه اللوسلس كونفرتر، اساوي الباور انبوت بالباور اوتبوت، والفي اوتبوت معايا والاي اوتبوت معايا والفي دي معايا، يبقى اقدر اجيب الاي دي اللي هي بتساوي الافريج فاليو بتاع الاندكتور الاولاني، تطلع ب 42% امبير. بعد كده بيقول لي عايز البيك تو بيك ريبل كارنت بتاع ال 1، عايز يجيب الدلتا اي 1، الدلتا اي ال 1 اللي انا اللي هي موجوده عندي في الدايره. اجيبها ازاي؟ هقول ان الفي ال 1 هتبقى بتساوي ال 1 دلتا اي 1 على الدلتا تي. هنا مش طالب منك رسمه ويف فورم، بس هل انت هتعرف ان انت تجيب دلتا اي 1 دي من غير ما ترسم؟ اكيد مش هتعرف تجيبها من غير ما ترسم يعني، فلازم ترسم الاول وبعد كده تبدا ان انت تجيب كل المطالب اللي هو عاوزها. يبقى الفي ال 1 هتبقى بتساوي ال 1 دلتا اي 1 على الدلتا تي ديورنج تيرن اون. الفي ال 1 احنا اتفقنا ان هو بتساوي الفولتج بتاع السبلاي اللي هو الفي دي، يبقى الفي دي هتبقى بتساوي ال 1 في الدلتا اي 1 اللي هو عاوزها على التي اون، والتي اون احنا اتفقنا ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي الدي في التي التوتال بيريود، والتوتال بيريود اللي هو التي بتساوي ال 1 على الفريكوانسي. هتقدر ان انت تحسب دلتا اي 1 هتطلع ب 667 من 1000 امبير. تمام. بعد كده بيقول لي عايز احسب البيك تو بيك ريبل فولتج بتاع الكباستور رقم 1. احنا اتفقنا ان الدلتا في سي 1 هتبقى بتساوي 1 ناقص الدي على السي 1 في الاف اللي هي الفريكوانسي في الاي ال 1 اللي هي افريج. تمام كده، واحنا لسه جايبين الاي ال 1 افريج اهو ب 42% امبير. تمام. والدي معايا بربع، والسي 1 قيمتها مديها لي ب 200 مايكرو فراد، هضربها بس في 10 اس سالب 3، والفريكوانسي مديها لي ب 25 كيلو هرتز، هضربها في 10 اس 3 عشان احولها بالهرتز، هتديني في الاخر ان الدلتا في سي 1 هتبقى بتساوي 663 ملي فولت. تمام كده. بعد كده عايز يجيب البيك تو بيك ريبل كارنت الاندكتور رقم 2. البيك تو بيك ريبل كارنت بتاع الاندكتور رقم 2 كنت بقول ان الفي ال 2 بتساوي ال 2 دلتا
دلتا اي الاثنين على الدلتا دي، وباخد باخد البيريود ديورنج تيرن اوف، ديورنج تيرن اوف وديورنج تيرن اوف الفي ال 2 هي هي اللي بتساوي السالب الفي اوت، والتغير في التايم هو التي اوف، يبقى سالب في اوت هتبقى بتساوي ال 2 في التغير في التيار دلتا اي ال 2 اللي هو عاوزها على التي اوف. هبدأ ان انا الفي اوت معايا والال 2 معايا والتي اوف اللي هي عبارة عن واحد ناقص الدي في التوتال بيريود اللي هي التي اللي هي بتساوي واحد على الاف. ده كل الكلام دوت معايا، هبدأ ان انا اعوض واجيب بتعويض مباشر الدلتا اي ال 2 هتطلع بتمانية من عشرة امبير. تمام، احنا كده يعتبر حلينا مثالين على التشوك كونفرتر، واخدنا السيركت واخدنا الويف فورم، اخدنا يعتبر كل حاجه في الدايره. لو حد عنده اي مشكله ممكن يبعت مع مندوب وانا ممكن اتواصل معاه علشان نحل المشكله ديت. ان شاء الله بالتوفيق في الامتحانات وربنا معاكم. شكرا.